بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خلصنا الإصحاح الأول والإصحاح رقم 2 في رسالة بطرس الرسول الثانية. النهاردة هناخد الإصحاح الأخير، هناخده على مرحلتين، المرة دي والمرة اللي جاية هناخد نص النهاردة والنص اللي جاي هناخده الأسبوع اللي جاي بإذن ربنا. احنا اتكلمنا في الإصحاح الثاني واتكلمنا عن ان هيتواجد أنبياء كذبة، واتكلمنا في المرات اللي فاتت وقلنا ان الأنبياء الكذبة كانوا موجودين من قبل ما يجي المسيح، من أيام الأنبياء، العهد الأنبياء، العهد القديم. وزي ما كان في أنبياء الله أعطاهم نبوة، كان في نفس التوقيت كانت في ناس بتدعي النبوة. ويجي العهد الجديد بعد ما جه السيد المسيح، في ناس برضو ادعت الايه؟ النبوة. ولغاية دلوقتي ولغاية يومنا هذا لسه بنقول ان في ناس بتدعي النبوة، وبيقولوا ان احنا ربنا واضع على لساننا نبوات للناس. وطبعا اللي مش اي حد اخد منه نبوة، مش اي حد، يعني ما جيش لشخص، يعني مش حلو في علاقته مع اللي حواليه ويجي يقول لي انا هقول لك نبوة للي جاي، ربنا بعت لي نبوة ليك للايام اللي جاي. انا ما اقدرش اصدق شخص زي ده. ليه؟ لان من شروط النبي ان لازم يكون له علاقة حية بالله وكل اللي حواليه يشهدوا عنه. لكن الإصحاح الثاني دوت كان بيتكلم على الأنبياء الكذبة، الصفات بتاعتهم كانت إيه؟ ليهم دينونة ولا لأ؟ ده كان مضمون الإصحاح رقم 2 كله. لكن الإصحاح بتاعنا النهاردة، الإصحاح الثالث تحت مسمى المجيء الثاني والاستعداد له، كان لازم بطرس الرسول بعد ما اتكلم في إصحاح بطوله وعرضه عن الأنبياء الكذبة، كان لابد أن يتكلم على وجود المسيح مرة أخرى. لازم يجي مرة تانية، لأن اتوجدت أنبياء كذب وقالوا أنه ليس للمسيح مجيء تاني، ودوت اللي هناخده مع بعض النهاردة. لكن بطرس الرسول عاوز يكلم الشعب ويأكد عليهم اوعى تتركن على كلمات من شخص زيك، لكن ارتكن على حبة أقوال، والأقوال ديت لابد أن تتذكرها، أقوال لابد أن تتذكرها. يقول إيه؟ هذه أكتبها الآن إليكم رسالة ثانية أيها الأحباء، فيهما أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي لتذكروا الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القدسون، ووصيتنا نحن الرسل، وصية الرب والمخلص. يبقى بطرس هنا اتكلم عن أقوال لابد إن أنا أكون بعمل إيه؟ أتذكرها. وقال أنا بكتب رسالة تانية، ودوت بيديني ركن أتركن عليه. إيه هو الركن ده؟ الرسالة رقم 1، دي الرسالة رقم 2،
يبقى أصبح الركن الأول اللي اتركن عليه كلمات الله الذي أرسلها لبطرس في الرسالة رقم كام؟ 1. طيب الرسالة رقم 2 قال أنا كتبت الرسالة رقم 2 ديت علشان برضو في أقوال لابد أن تتذكرها، وراح معلق وقال أكتبها إليكم أيها الإيه؟ الأحباء، أيها الأحباء. وهنا يبين نقطة مهمة قوي، يبين قد إيه هو قريب من الناس، قد إيه بيتكلم معاهم بحب، ما كانش بيتكلم معاهم بعجرفة ولا بيتكلم معاهم على أساس إنه هو شخص كبير في الرسل، ما تكلمش معاهم من منطلق إنه هو كبير، لكن اتكلم معاهم من منطلق إنهم هم أحباء. وهنا تبين نقطة حلوة قوي، عندما أتكلم مع الآخرين أتكلم بكلمات فيها ود وفيها إيه وفيها حب، عندما تتكلم بكلمات فيها ود وحب تجذب إليك الآخرين، لكن الكلمات اللي فيها عجرفة بتبعد عنك الإيه؟ كل الناس. فتعلم أن تتكلم بالحب وتقدم الحب لكل من يتكلم معك، اتعلم ده، مهم قوي إنك تتعلم ده، قدم كلمات الحب للناس علشان كمان يقدروا يسمعوا لك بسرعة. أنا لو قدمت لك حب إيه اللي هيحصل؟ هتقدر تقابلني تتكلم معايا وهتبقى مبسوط وانت بتتكلم معايا، لكن لو كلمتني وانت فوق ومراخيرك فوق أنا هعمل إيه؟ هبعد بعيد عنك. وده اللي عمله بطرس، اتكلم مع الشعب مش منطلق إنه هو الكبير، لكن اتكلم بمنطلق الحب الذي في داخله نحو الناس، وقال لهم أيها الأحباء، وراح بيديهم كلمات رائعة تاني. إيه ده؟ أصل لما تحب حد يقبلك بسرعة أنت قدم الإيه؟ قدم الحب لي، قدم الكلمات الحلوة لي. وقال لهم إيه؟ فأنهض بالتذكرة ذهنكم الإيه؟ النقي. ودي نقطة تانية، مرة قال أيها الأحباء ومرة التانية قال ذهنكم الإيه؟ النقي، يعني أنا بمدح فيك إن ذهنك حلو نظيف، ذهنك نقي. لما أجي أخدك كده وأتكلم معاك وأقول لك أنت شخص رائع وفيك كذا وفيك كذا، هيهرب ويسيبك؟ صعب جدا، دايما هيقرب ناحيتك وإيه؟ ويتقابل معاك. ليه؟ ليه؟ لأنك أنت قدمت الإيه؟ الحب. تقدم السبت تلاقي الحد، وتقدم الحد تلاقي الاثنين، وتلاقي بقية الأسبوع. ليه؟ لأنك أنت عرفت تكسب اللي قدامك. وده ذكاء من بطرس، عندما كان يتكلم مع الشعب وعاوز يديهم نقطة أساسية فيها تعليم كان لابد أن يتكلم معهم بكلمات ناعمة الأول. وقال لهم أنهض بالتذكرة ذهنكم النقي، ليه بقى؟ لتذكروا الأقوال، لتذكروا الإيه؟ الأقوال. أني أقوال؟ نمرة واحد، الأقوال التي قالها سابقا الأنبياء القديسين. يبقى بطرس جاي يتكلم مع الشعب علشان يقول لهم على الأقوال والكلمات اللي اتقالت زمان في العهد القديم، لكن ما اتقالتش من واحد زيه، ما اتقالتش في عند واحد عاوز يقول لي نبوة وهو عايش حياة كلها استهتار، ما ينفعش. عشان كده قال لابد أنك لما تيجي تاخد
القول دور على الايه؟ على الآباء القديسين، آباء العهد القديم المختبرين. لما تيجي تاخد قول، خده من شخص مختبر، مش شخص يكون ليس له علاقة بالله، لا، ارتكن على أقوال القديسين. نمرة 2، ووصيتنا نحن الرسل. يبقى الأقوال اللي هنا بطرس عايز الشعب يرتبط بيها كم حاجة كده؟ نمرة 1، أقوال الإيه؟ الأنبياء القديسين المختبرين الذي لهم علاقة بالله. نمرة 2، وصية الإيه؟ الرسل. يبقى أصبح النهاردة لما أجي أخذ وصية ما أخذهاش من أي حد، لما أجي أطلع على وصايا أتحرك بها في حياتي الشخصية، أمال فين عصر الرسل؟ فين؟ ده ليهم أقوال وليهم كلمات وليهم حياة. يبقى لما أجي أتركن على قول، أتركن على قول إيه؟ الرسل. نمرة 1، الآباء الإيه؟ الأولين، العهد القديم، ثم الرسل، وأخيرا وصية الرب والمخلص. نمرة 3، يبقى في أقوال، 3 أقوال هنا ارتكن عليهم بطرس الرسول لكل شخص فينا، لأقوال لابد أن أتذكرها في حياتي لألا أعصر ولألا أقع في هوة الناس المبتدعين الذين يطلقون السنة ويطلقون كلمات من عندهم. يبقى أصبح الذين يطلقون أقوال شخصية دول ناس بيطلقوا بدع في قلب الشعب. ما جيش مثلا أبقى قاعد في كنيسة وجات لي واحدة قالت لي تعالى أنت واقع في مشاكل، إيه اللي عرفك يا ست؟ لا، أنا ربنا كلمني دلوقتي وبيقول لك كده، هو بعت لك القول اللي أنا هقوله لك ده، خد بالك في كذا وفي كذا وفي كذا. هو في ناس بتعمل كده؟ في خد بالك في بدع كتير، من ضمن البدع طلعت بدع كتير من أيام الرسل لغاية دلوقت. علشان كده هنا بطرس الرسول يقول لي في بدع ظهرت بإنكار موعد مجيء الايه؟ المسيح، وكأن يسوع لم يأتي بعد كده، هو جه قبل كده زمان وخلاص وانتهت مرة واحدة. لكن بطرس الرسول بيجي يعقب على كده ويقول ايه؟ علمين هذا اولا، انه سيأتي في اخر الايام قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات الجسد. يعني اللي بيحركهم هو الايه؟ الجسد. كل ما يمليه عليه الجسد علشان يتحرك لعمل معين هو يكرره. فعلى حسب ما يمليها عليه الجسد يتحرك ويحرك الآخرين. ليه؟ علشان يشبع جسده، عشان يشبع جسده. بس خدوا بالكم كويس قوي ان الناس دي بتضل نفسها وبتضل الايه؟ الاخرين. لان الناس دي طلعت وقالت، قالت ايه؟
وقائلين أين هو موعد مجيئه، لأنه من حين رقد الآباء كل شيء باق هكذا من بدء الخليقة. صيام إيه اللي هصومه؟ صوم ليه؟ ما هو من زمان بيقول إنه هيجي، وزمان ده بقى كبير قوي، ده احنا دلوقتي بقى في سنة 2016، ويقول لك وأجيال ماتت وجت أجيال وماتت وجت أجيال ولكن لسه ما جاش، يبقى ما فيش حاجة اسمها مجيء تاني، ما فيش. بدعة بتقول إن ما فيش حاجة اسمها مجيء، مجيء تاني. لكن رسالة تسالونيكي تؤكد على إن يسوع سوف يأتي مرة ثانية، مش كده بس، ده كمان سفر أعمال الرسل والإصحاح الأول يأكد إنه كما رأيتموهم منطلقا إلى السماء هيعمل إيه؟ سيأتي أيضا من الإيه؟ من السماء. يبقى أصبح إن الناس أصحاب البدع الذين يقودون الناس في صفوفهم يقودوا ناس ليس دارسين، وللأسف في ناس كتير بتقع في الفخ بتاعهم. فمهم قوي إنك تبقى عارف ماذا يقوله الكتاب عن المجيء الثاني، هل يوجد مجيء أم لا يوجد. لكن الفكرة الأساسية في هذا النص الذي يؤكد عليها بطرس الرسول إن هؤلاء الناس الذين يطلقون هذه البدع يطلقونها لإشباع الجسد، لإشباع الجسد. لكن بطرس الرسول ما سابش الموضوع إن ما فيش مجيء تاني وخلاص وانتهى على كده وقفل عليه، لكن ابتدى يديني دلائل تؤكد على إن الله هو خالق هذا الكون ولابد أن يأتي مرة ثانية، لابد أن يأتي مرة ثانية. وخدوا بالكم إنه هو هنا وسيأتي في آخر الأيام في العدد رقم 3، يعني في الأيام الأخيرة. والأيام الأخيرة من إمتى؟ من إمتى الأيام الأخيرة دي؟ من بعد ما مات السيد الإيه؟ المسيح. طب نحن في القرن الكام؟ 21. يعني الموضوع يقفل بقى عليه، يقفل عليه. لا، أصل هيأكد عليا إن الزمن اللي أنا بحسبه غير الزمن اللي بيحسبه مين؟ هو. أنت ليك الزمن بتاعك بتحسبه بالوقت، وأنت ليك الزمن بتاعك بتحسبه بالساعات، وليك الزمن بتاعك بتحسبه بالشهور وبالسنين، لكن الله ما عندوش كده، ما عندوش كده. أول نقطة دلائل تؤكد الخلق والمجيء الثاني، تأكيد الخليقة، تأكيد الإيه؟ الخليقة، لأنه هذا يخفي عليهم بإرادتهم. إن السماوات كانت منذ الإيه؟ القديم، كانت منذ الأزل يعني، والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء. الناس اللي هي مبتدعة دي اللي بتنكر وجود الله وبتنكر وجود انه هيجي مرة تانية، والناس المبتدعة اللي بتنكر برضو ان الخليقة دي جات بالصدفة، ما دي بدعة، دي بدع كتير. ناس طلعت ببدع وقالت لك الخليقة دي جت بالصدفة، وناس طلعت ببدعة وقالت لك لا
المسيح جه مرة لكن مش هيجي مرة تانية لأنه مات خلاص، يجي مرة تانية يعمل إيه؟ ما هدي بدع. مع صلب المسيح وقيامته وابتدت بدع كتير تظهر، وفي بدع لغاية دلوقتي موجودة. بدعة شهود يهوى أصلا بتنكر إن المسيح أصلا جه، شفتوا ما دي بدعة، تقول لك لا المسيح لسه ما جاش، احنا مستنيين المسيح ايه يجي. وكل سنة من السنين يطلعوا بفكرة كده يقول لك لا هو المسيح فعلا ده ممكن يكون جاي سنة كذا، ويستنوا سنة كذا ما ايه ما فيش حاجة، لانه المسيح جه وهم اللي عملوا ايه وصلبوه. لكن ما هي بدعة، بدعة بتطلع. لكن يقول هنا إن السماوات كانت منذ القديم، يقصد بإيه السماوات موجودة منذ القديم؟ هل يقصد بيها السماء بتاعتنا؟ لا، يقصد بيها سماء الملائكة، دي موجودة من البداية. لكن في سفر التكوين يبدأ سفر التكوين ويقول إيه؟ حد عارف؟ في البدء كانت الايه؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة، وروح الله يرف على وجه المياه. مش هو بيقول كده؟ كانت الأرض خاربة، يعني ايه خاربة؟ يعني مش بالصورة اللي احنا شايفينها حلوة، ادي المقصد من كده، ان الارض كانت خريبه وعلى وجه الارض ايه ظلمه، وعلى وجه الارض ايه في مياه. فالسماوات كانت موجوده منذ الازل، لكن الارض مش بالمعالم اللي احنا شايفينها. الله لما خلقها خلق الأرض بكلمته من المية نفسها دي، من الظلام، من الخراب اللي موجود. ولكن فصل الله بين مياه ومياه، ده سفر التكوين اللي بيقول كده، فصل الله بين مياه وإيه ومياه، فصنع السماوات من الماء. السماوات اللي هي إيه؟ سماء الإيه؟ الطيور اللي فيها الإيه؟ السحب والغيوم، وبتنزل لنا برضو الايه الامطار. ففصل بين مياه ودعاها ايه الجلد، ده في سفر التكوين. وانشأ الارض وجعل مياه في وسط الايه الارض، ولم تكن الارض بالصوره اللي احنا فيها دلوقتي، لكن حصلت فيها حبة حاجات كتير على مر العصور. تقول لي ازاي؟ ازاي؟ ودي تبين لك ان كمية المياه اللي على وجه الارض اكتر من اليابسة. كمية المية اكتر من الايه؟ من اليابسة. لكن الارض كانت مش بالصورة اللي احنا شايفينها دلوقت، ده حصل فيها على مدار العصور أمور كتير. الأمور دي إن الأرض تصدعت، فكانت عبارة عن كتلة واحدة، لكن تصدعت الأرض وابتدت تتجزأ، وابتدت تنفصل أجزاء منها، وابتدت تتكون القارات، وابتدت تتكون الإيه؟ القارات. ده امتى الكلام ده؟ على مر العصور. يعني الامريكتين هل هي مكتشفه من القرن الاول ولا الثاني؟ لا، ده مكتشفه لسه حديثا، لسه حديثا. يعني معنى كده ان في فتره قريبه انفصلت اجزاء من اليابسه وكونت لنا الامريكتين. فهنا يبين لي ان الارض مخلوقه من الايه؟ من الماء.
فالله دعا اليابسة ودعا الماء على الأرض بحار ومحيطات، وفصل بين مياه ومياه، وجعل الفاصل بين المياه والمياه هي الأرض، والمياه التي فوق الأرض هي الجلد. معايا لغاية دلوقتي ولا صعبة الحتة دي؟ صعبة الحتة دي؟ دي بداية سفر التكوين. لكن كما خلق الأرض، الله يقدر أن يزيلها ويغيرها في مجيئه الايه، في مجيئه الثاني. ولكن يقدر الله أن يزيلها أيضا مرة تانية قبل المجيء الثاني. مش هو يقول للشيء كن فيكون؟ فالأرض الله قادر، لأنه له سلطان، لأنه له سلطان، سلطان الخلق وسلطان الإبادة، فأباد الأرض بالمياه بالإيه؟ بالطوفان، فانفجرت ينابيع الله، يقصد بالينابيع اللي هي الأمطار الكتير، فأغرقت الإيه؟ فأغرقت الأرض مرة تانية. في الطوفان أهلك الله الخليقة كلها، صح؟ مش أهلكها كلها ما عدا مين؟ نوح وولاده، هم دول بس اللي نجيوا، لكن أهلك كل الخليقة كلها. وهنا نشوف إن الخليقة كلها ليست ثابتة، ولكنها ممكن أن تتغير في أي لحظة، وممكن أيضا أن يعيدها الله مرة تانية، لأنه هو الخالق، لأنه هو الخالق. اللواتي بهن العالم الكائن حينئذ فاض عليه الماء فإيه؟ فهلك. وإما السماوات والأرض الكائنة الآن فهي مخزونة، اللي احنا فيها دي هي مخزونة لتلك الإيه؟ الكلمة عينها. يعني لو عايز يبيد الأرض دلوقتي يعمل إيه؟ هيبيدها، لكنها محفوظة للنار إلى يوم الإيه؟ الدين وهلاك الناس الفجار. لكن هو كده قال خلاص أنا مش هبيد الأرض مرة تانية، لكن الناس اللي موجودة ليهم لحظة وليهم حياة، لكن ليهم إيه؟ دينونة، ليهم دينونة. وهنا بطرس الرسول عايز يأكد على النقطة دي، إن يوجد إيه؟ دينونة، يوجد دينونة لكل الناس الفجار الذين يتركون نعمة الله والذين لا ليس لهم علاقة به. ده بطرس الرسول. يرجع بعد كده في النقطة الثالثة من ضمن الدلائل، إن الله خالق، الله قادر أن يبيد العالم كله في لحظة ويعيد صياغته من جديد، نمرة ثلاثة الزمن. ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، إن يوما واحدا عند الله كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. يعني بيكلم الناس اللي بيقولوا ما احنا عايشين اهو بقالنا يجي 2016 سنة وأجيال راحت وجاد والمسيح مش جاي، يبقى هو مش جاي، وبالتالي نعمل اللي احنا عايزينه، ناكل ونشرب لأن غدا نموت. بطرس بيقول لهم لا، انت فاكرين الحقبة بتاعت سفر التكوين وفي اليوم السابع عمل ايه؟ الصراحة هل هم سبعة أيام بالضبط؟ ده اتكتب السفر بالتعبير اللي الروح القدس يخلي الإنسان يقدر يفهم بيه معاني الكلمات، لكنها هي حقبة من الزمن، حقبة من الزمن، وليس يوما كيومنا.
مش يوم زي اليوم بتاعنا 24 ساعة، لا الموضوع مش كده. والتأكيد على النقطة دي الآية دي، إن يوما واحدا عند الله كأيه؟ كألف سنة، وألف سنة كأيه؟ كيوم. فهنا ما حطليش توقيت، ما حطليش إيه؟ ما حطليش زمن، لأن الزمن عندنا إحنا البشر محسوب، يا إما قصير يا إما طويل، يا إما بالسنين يا إما بعمر الإيه؟ الإنسان. علشان كده الناس بتقول مرت السنوات الكثيرة ولم يتغير شيء، ولكن ليس عند الله زمن بالمفهوم الإنساني، ولكن زمن الله ليس معلوما، لأن يوما عند الله كألف سنة، وألف سنة كإيه؟ كيوم. وبالتالي فإن الوعد بتاع المجيء الثاني سيتم حتما، لابد أن يتم مهما طال الإيه؟ مهما طال الزمن. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم الإيه؟ التباطؤ. لا يتباطأ الرب، انت يا رب مش بتتباطأ ليه؟ ده وعدك، يعني انت بتتأنى علينا. اه بتأنى عليكم. طب انت بتتأنى عليا ليه؟ اصل بيقول لا يتباطأ الرب عن وعده كما بحسب قوم الايه؟ التباطؤ. مين قوم التباطؤ دول؟ الناس المستكنين، ان احنا ناكل ونشرب لان غدا نموت، ولأن ما فيش حاجة اسمها مجيء تاني، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. إذن هنا التأني يعطي فرصة أكيدة مرة تانية ليك، يعني تأنى الله أنه يترك أياماً كثيرة تعد عليك علشان يديك فرصة. ايه ده؟ ايه ده؟ ده من محبة الله ليا ان هو بيديني كل يوم يوم جديد. فالنهاردة لما تيجي ترفع راسك من على المخدة الصبحية وتلاقي نفسك مفتح وشايف الناس كلها، اعرف اني ربنا مدي لك فرصة جديدة، فرصة جديدة. بيقول لك انا بدي لك فرصه جديده، فرصه عن اليوم اللي فات اللي انت ما صليتش فيه، فرصه عن اليوم اللي فات اللي انت ما قريتش الكتاب فيه، فرصه جديده لانك كنت متهاون كتير معايا. يمكن تبتدي ما يكونش فيه تباطؤ منك، انا بدي لك فرصه جديده. فالتأني هو من محبه الرب ليك ان يعطيك فرصه للايه؟ للتوبة. ولكن لا تستهين، لا تستهين بالفرصة. اوعى تقول ان انا هنام وهقوم وتستهين بالفرصة اللي متقدمة ليك، لا اوعى تستهين. ده انا النهاردة موجود معاك، ممكن بعد لحظة مش موجود، وناس كتير كانت بينا ومن غير اي امراض فجأة انتقلت. ايه ده؟ ايه السبب؟ اهو خلاص وقته انتهى. لكن كانت في فرصة ولا ما فيش؟ كانت في فرصة ومتقدمة لي، وقال لك كذا مرة أنا موجود وأنا جاي. أنت استنيت؟ أنت انتهزت الفرصة؟ زيدت نفسك بالروح القدس؟ كونت علاقة بينك وبينه؟ قربت لي؟ عرفته أكتر من خلال الكلمات؟ خدت جسد الرب ودمه وثبت نفسك وتثبت هو فيك؟ ولا أنت الموضوع اتقفل الباب؟ لأنهم ما كانوش مستعدين، يتقفل الإيه؟ الباب. وأغلق الباب، الباب يتقفل. افتح لينا، ما أنا اديتك فرصة. افتح إيه؟ أنا اديتك فرصة، اديتك فرصة وقلت لك ما تعملش اللي أنت بتعمله ده، لكن بالرغم عن كده ضربت كل كلامي بعرض الحائط ولا كأني اتكلمت معاك.
أنا أديتك فرصة، جالك المرض وقعت، يا رب الحقني، أنا أديتك فرصة، أنا أديتك فرصة. ففرص الرب كثيرة، فلا تستهين بالإيه؟ بالفرصة. ليه؟ لأني الوقت أنا معرفوش، لحظتي أنا معرفهاش. وهنا جه راح مشبه يوم الرب، ولكنه سيأتي قلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بدقيق وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها. وهنا جاي لي وقال لي كده، خد بالك انت مهم قوي انك انت تستعد، وده اللي هنتكلم عليه المرة اللي جاية، كيف تستعد، كيف تستعد للملكوت، ازاي يكون الاستعداد. لكن هنا بيديني نقطة مقدمة للاستعداد، وهي ان يوم بتاع الرب ايه؟ قلص في الليل، يعرفش هيجي امتى. هو الحرامي لما يجي يدخل عليك بيقول لك انا جاي لك الساعه 9، خد بالك انا جاي لك الساعه 9، ها هيقول لك كده؟ لا مستحيل، هو هيجي لك في وقت انت ايه، مش انت هنا، انت نايم. لكن طوبى للسهران على بيته، طوبى للسهران على جسده، طوبى للسهران على أفكاره، طوبى للسهران على كل اللي ليه. هل هو بيرفعهم بالصلاة ولا لا؟ الرب وقته بتعرفوش، وحياتك انت كمان ما تعرفش امتى، ممكن يجي النهاردة، ممكن حياتك هي اللي تنتهي وبعد كده تقابله على السحاب، ممكن قوي. لكن هل انت ضامن، انت ضامن الوقت، انت ضامن الوقت اللي هتنتقل فيه؟ لا، ولا انا ضامن، ولا اي حد يقدر في الدنيا. محدش في حاجتين، الانسان ما يعرفش امتى هيجي وامتى يموت، ما يعرفش. فطالما انا جيت وانه بتحياتي لسه موجودة اهي، فلابد ان يكون ليا وقت استعداد. وقت ايه؟ وقت استعداد. كلنا راحلون، كلنا راحلون، فكيف نستعد؟ كلنا هنتكل على الله، فيش حد فينا هيقعد. تقول انت هتفول علينا؟ لا، هي مش بفول. ده بولس الرسول لما كان حد بيجيب له سيره الموت ما كانش بيفول عليه، لكن كان بيقول ايه؟ ليه اشتهى ان انطلق ذاك افضل جدا. ليه؟ لانه مستعد. مهم اعرف النقاط التي اخطو عليها، الحروف اللي احط ايدي عليها علشان اضمن مضمون الكلمه كله، اضمن الملكوت. مهم قوي، ده اللي هناخده مع بعض المره اللي جايه.